اصدقاء، الحمد لله على السلامه. نورتي شرم الشيخ. الله يسلمك، شرم منوره باهلها. متحمسه لمغامره النهارده جدا. طيب لقاء، انت عموما قلبك جامد ولا بتخافي؟ بصي، هو انا قويه بس قلبي مش جامد يعني صراحه. يعني طيب، انت تسلقتي جبل في بالما دي مايوركا. ان انت تطلعي جبل دي حاجه فن ولذيذه وجميله. هو صحيح كان الحرف بتاعه صغير جدا وكانت حاجه مرعبه، بس كانت مبهره بصراحه لانك بتشوفي كل حاجه من تحت التهبل يعني من فوق. سوري. ماشي. طيب ايه اكتر عمل ليكي بالنسبه لك موافقتك عليه كانت مغامره؟ يمكن كنت طالعه ضيفه في مسلسل اسمه لمع القط، كانت مغامره، كانت مذيعه كده ليها ستايل مختلف عني تماما وعن كل الشغل اللي انا عملته. دي كانت مغامره. الست المغامره من وجهه نظرك سلاحها جمالها وفلوسها، ولا راجل بيحبها وبيخاف عليها ويهتم بيها؟ لا طبعا، ولا ده ولا ده. الست المغامره مغامره بعقلها وبقلبها وبقوتها وبحلمها وبتحقيقها لذاتها. اخر حاجه هنعملها في ار تيست عشان نتاكد ان انت مغامره 100% وتستاهلي التاشيره بتاعه المغامره. جاهزه؟ جاهزه. يلا بينا. المناظر كلها لنا. شايفه ايه؟ شايفه حاجات حلوه. شايفه جبال كتير قوي، بس المنظر يخوف على فكره. ايه ده ايه ده ايه ده؟ جبال كتير قوي قوي قوي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هخبط هخبط. على فكره صعبه مش سهله. انا مش عارفه اروح فين واجي منين بصراحه. لا 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 لا، وانا هيحصل فيا كده فوق ولا ايه؟ بحس بحس بحس. بتهزر؟ لا 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 لا، يخرب حقك. ايه ده ايه ده؟ انا اتخبطت خلاص. انا كنت متوقعه على فكره. لقاء بعد الفي ار تيست اثبت لنا ان انت مغامره مش سهله خالص. يس. وعايزه اقول لك ان انت تفوقتي بنسبه حوالي كده 90%، دي نسبه مش قليله خالص. فاحنا خلاص دلوقتي جاهزين نديكي تاشيره المغامر، تستحقيها عن جداره. اخر حاجه هنعملها قبل ما نروح الطياره، عايزينك تسجلي فويس نوت. الفويس نوت دي سجليها لاي حد، لنفسك، لولادك، لجوزك. الفويس نوت دي انا مش هسمعها، هخرج بره وهنسمعها سوا لما تنزلي من الطياره ان شاء الله بالسلامه. اوكي يلا بينا. هاي، انا لقاء. لقاء، الحمد لله على السلامه. احنا اخيرا وصلنا المطار. لسه متحمسه؟ متحمسه جدا. انا عايزه اعرف لو ادينالك فرصه ان كان حد يبقى معاكي النهارده، حد قريب ليكي معاكي النهارده، كنت تختاري مين؟ كنت هختار اتنين اهم شخصين في حياتي، اخويا هيثم وابني ادهم. بس لان ادهم في المدرسه مش هينفع، فهنكلم هيثم بقى دلوقتي. هيثم، وحشني، اخبارك ايه؟ وانت كمان كامله ايه؟ ام جود. انا قلت لك ان انا رايحه شرم، بس ما قلت لكش انا رايحه شرم ليه. انا عايزه افاجئك بقى، هعمل سكاي دايفنج. يلا يا رادرا. كيف جد؟ ايوه. I love you so much. كان نفسي تبقى معايا بجد. المره الجايه هنعملها مع بعض. Wish me luck. باي. نجوم السماء.